النادي الاهلي يعني البطوله المفضله لي او البطوله المحببه للجمهور هي بطوله الدوري فالنهارده عندنا اربع مباريات مهمين جدا خلال الفتره القادمه نادي الزمالك سابق النادي الاهلي بحوالي 8 ماتشات النادي الاهلي ان شاء الله كل التوفيق ليه في الاربع ماتشات اللي جايين النادي الاهلي لو قدر يكسب يكسب الثمان ماتشات هيكون متصدر الدوري بفارق من النقاط حوالي اربع نقاط فالفترة اللي جاية مهمة جدا مهمة جدا في بطولة الدوري الأربع ماتشات اللي جايين والأهم من كده برضو إزاي نحافظ على اللعيبة أو اللعيبة تخرج سليمة في الأربع ماتشات علشان يكونوا موجودين في النهائي الأفريقي يعني النهاردة في أول تمرينة بعد مباراة الترجي النادي الأهلي فقد جهود لعيب كبير كابتن وليد سليمان عنده إصابة في العضلة الخلفية تواصلنا مع الدكتور أحمد أبو عبلة طويل الفريق وقال كابتن وليد سليمان هياخد من حوالي من ثلاث اسابيع لاربع اسابيع خارج الفريق، فده اول اصابه ولاعيب مهم عندنا وشفنا كابتن وليد سليمان ظهر في الشوط الثاني في مباراه الترجي بشكل ما شاء الله يعني فوق الممتاز. فهي دي النقطه برضو اللي فيها تخوف في الاربع ماتشات اللي جايين. النهارده تكون كل اللعيبه كلها موجوده وكل اللعيبه والبدائل موجوده امام بيتسو موسيماني. فريق بيراميدز تم تغيير المدير الفني بتاعه، النهارده تولى تكيس جونياس المدير الفني السابق لدجله. فالنهارده تكيس عنده طموح مع بيراميدز، طموح انه عايز يكسب النادي الاهلي ودي كانت تصريحاته في اول مؤتمر صحفي ليه، في اول مباراه هيتولاها ضد النادي الاهلي، فهو عنده الطموح ان هو عايز يكسب النادي الاهلي، تاني حاجه بيراميدز يابلك، لاعيبه عندها طموح برضه علشان عايز تكسب النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي دايما البطل البطل اللي بيلعب على بطوله دايما يعني بيكون مركز المعنويات الحمد لله مرتفعة موسيماني بيجيد في المباريات الكبيرة وبزول لحضراتكم الأربع مباريات القادمين مهمين جدا جدا عايز أوري برضه حضراتكم لقطة يعني أذكركم بيها لقطة بدر بنون بدر بنون ما شاء الله مدافع النادي الأهلي المميز الإضافة كبيرة جدا في دفاعات النادي الأهلي بدر بنون اللي بيمتاز بالهدوء والثقة وشفنا في تطوير كبير في تحضير الهجمة في النادي الاهلي بدر بنون اخر لقطه ليه مع الرجاء المغربي اللقطه اللي فوق وهو بيقبل العارضه دي كانت اخر مباراه لبدر بنون في بطوله دوري ابطال افريقيا في المغرب وهو يقبل العارضه وكان ده الوداع الاخير لفريق الرجاء وللملعب يشاء القدر ان بدر بنون ان شاء الله تكون المباراه اللي هيلعبها في المغرب يوم 17 تكون هي المباراه الفاينل على نفس الملعب فبنقول لبدر بنون إن شاء الله تكون عودة حميدة ببطولة كبيرة ليك مع النادي الأهلي عملها قبل كده أنيس جل... أنيس لما كان مع الصفاكسي وخسر البطولة بتاعته ورجع مع النادي الأهلي حقق البطولة فإن شاء الله يعني يكون الملعب ده وش السعدة عليك بدر وتقدر يعني تحقق البطولة الإفريقية مع النادي الأهلي